نسعد مع الاستقبال الأمهار وكل التوفيق الجميع. Ready to start with the yearling calls. Let them in. Good luck to you all. استقبلنا معكم 8 أمهار بعمر سنة في الشوط السادس القسم ألف ابتداء من المهر رقم 77 وآخر مشاركين رقم 86
بمجموع 8 أمهار. We had a group entry of 8 yearling colts in class 6A. الفئة السادسة القسم ألف وثمانية أمهار. دعونا نستقبل أول المشاركين. We're ready now to start with the first yearling colt in class 6A. First go. Thank you. Can we have the next colt? بتابع مع المهر التالي. Next to go.
أول نتيجة للمهر رقم 77 جي إيه ميراج، الملك والمربي غورسيان سامويل من فرنسا. الهوية العربية 18.5 مرتين، 19.19.19، معدل الرأس والعنق 18.75، 18.50، 18.75، 19.25، 19. الجسم 18 من كل الحكام، القوائم 15، 3 مرات 15.5، 15. الحركة لجي إيه ميراج 3 مرات 18 مرتين 18.5، وأول مجموع لأول أمهار 89.25%. First serial cold and first result for cold number 77 GA Mirage 89.25 for France on Ambred by Grosselin Samuel 89.25. Thank you. 78 is done. Thank you. Next call, please. مهر اللي بعده. Next to the arena. دعونا نتعرف الآن على نتيجة المهر رقم 78 عرابة الجاسمية لدولة قطر. عرابة الجاسمية، المالك والمربي، مزرعة الجاسمية من قطر، الهوية العربية 19.19.5 مرتين 19.19.5، معدل الرأس والعنق 19.25 19.25 19 ومرتين 19.25، الجسم 18 مرتين 18.5 مرتين 18. ننتقل إلى القوائم 15.5 15 14.5 ومرتين 15.5، والحركة 19 عند 3 حكام، ثم 19.5 و19، والمجموع كما هو في الشاشة 90.90. The result of call number 78 عراب الجاسمية for الجاسمية farm from Qatar is 90.90.
Thank you. Call number 79. Next, please. المهر اللي بعده. Is this elimination? Yeah. للأسف إذا المهر 80 يغادر الميدان بعد استبعاده لأنه يعاني من العرج. ونستعد للمهر التالي. Unfortunately, that was a lame cold, so it's elimination for cold number 80. Unfortunately. Next, please. Next. تابع مدرجات المهر 79 عمير لسريع الملك والمربي مربط لسريع من قطر والشاشة تظهر المجموع الأعلى حتى الآن 91.50 أوكي إذن أيضا للأسف المهر رقم 81 استبعد ويعاني من العرج. Before we proceed with the result of عمير لسريع, unfortunately cold number 81 is another lame cold, so can we have the next please. المهر اللي بعده next. إذا نستكمل درجات عمير لسريع الهوية العربية 19.5 ثلاث مرات ثم مرتين 19 معدل الرأس والعنق 19.5 19.25 19.5 19.25 19 الجسم 18 مرتين 18.5 مرتين 18 القوائم 4 مرات 15.5 و 16 والحركة 19.5 و4 مرات 19 إذا عمير لسريع يقف الآن في الصدارة بالمجموع الأعلى حتى الآن 91.50 والمهرين رقم 80 و 81 كانوا يعانون من العرج وتم استبعادهم للأسف.
So the last result was for court number 79, Omer Lisraya, for Qatar and Al Israya Estad, with the highest score till now, 91.50. The two following courts, number 80 and 81, were both eliminated. They were both lame, unfortunately. Thank you, call number 84. Can we have the next, please? نستقبل المهر التالي. إذن معنا نتيجة أخرى وهي للمهر الذي غادر قبل قليل رقم 84 الأريام للطام دولة الإمارات العربية المتحدة ينتزع صدارة جديدة بمعدل 92.45 برافو الأريام للطام للمربي والمالك الشيخ محمد بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان very well done. إذا درجات الهوية العربية نسمع ونستمتع 20 19.5 19 19.5 20 معدل رأس العنق 19.5 مرتين 19.25 19.5 مرتين الجسم 18.5 ثلاث مرات 18 18.5 قوائم الأريام للطام 15.5 16 16 16 16 الحركة 19.5 وأربع مرات 19 وصدارة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمجموع الأعلى 92.45 برافو. A new leader. Colt number 84 is leading now إلى ريام لطام for United Arab Emirates with a score of 92.45 that is the highest in this class so far. The lead now goes to الريام لطام. المهر رقم 85 شكرا ونستقبل الآن آخر الأمهار رقم 86 okay let's have the last call in this class last to go 86
لنعود إلى نتائج، ومعي نتيجة المهر رقم 85 باريز الأصيل وهي معروضة في الشاشة. يمثل المغرب والمالك مربي جمعي غزلاني ديريس، الهوية العربية 18.5 مرات، 19.18.5 معدل الرأس والعنق 18.18.25 18.18.75 18.5 الجسم 17.5 و4 مرات 18. قوائم 14.5 مرتين ثم 15.15.5 و15. الحركة 18.5 عند 3 حكام 19.18.5 مجموع 88.30% في المركز الخامس المؤقت. 88.30 for the previous gold number 85 باريز الأصيل owned and bred by جمعي غزلاني دريس for Morocco 88.30. إذن شكرا لآخر الأمهار. Thank you. The last call is leaving the ring. Thank you judges. Thank you ringmaster. شكرا للحكام مسؤول الساحة. يغادر الآن آخر مهر. نتعرف على نتيجة المهر الأخير وعلى المراكز الثلاثة الأولى. This program is offered by معي نتيجة المهر الأخير رقم 86 فينيكس الميرو إذن معي نتيجة المهر الأخير كما تظهر في الشاشة فينيكس الميرو من بولندا والمالك المربي روغويسكي ميرلسو والمجموع هو 90.20 الهوية العربية 19 من كل الحكام معدل الرأس والعنق 18.75 19.18.75 ثلاث مرات جسم مرتين 18.18.5 17.5-18 قوائم 15.5-15.5-15.5 الحركة 19.5-18.5 مرتين 19.5 والمركز الرابع المؤقت 90.20. This is the last score for the last call number 86 Phoenix Almiro for Poland owned and bred by Rogueski Mereslo 90.20 puts this colt in fourth place. نتعرف على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى وألف ألف مبروك الأريام للطام يحقق أعلى معدل المركز الأول مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة مركز الثاني عمير الأسريع وقطر ألف مبروك المركز الثالث عرابة الجاسمية وقطر ألف مبروك وينرز The first three places placements in the class number 6 First place for colt number 84 الأريام لطام Second 79 عمير الأسريع third 78 عراب الجاسمية first place for United Arab Emirates second and third for قطر
أجمل ترحيب بالوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة سيد مصطفى بايتاس الذي سوف يتفضل مشكورا. يتفضل معنا مشكورا للتتويج الأستاذ مصطفى بايتاس وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة. نتوج لأريام لطام، مبروك، ألف مبروك لدولة الإمارات العربية المتحدة، مبروك للشيخ محمد بن حمدان بن زايد بن سلطان آل نهيان. First place, ladies and gentlemen, goes to United Arab Emirates. الأريام لطام, colt number 84. الأريام لطاف by الأريام شكلان out of دي لاميس. وإلى المركز الثاني نبارك للمهر رقم 79 عمير الإسرائيلي، نبارك لقطر. Second place, congratulations to colt number 79 عمير الإسرائيلي. Congratulations to الإسرائيلي أستاذ عمير is by أمير الريح out of شلفة الإسرائيلي. ونبارك المركز الثالث للمهر رقم 78 عراب الجاسمية، مبروك لمزرعة الجاسمية ولقطر. Third place goes to قطر also with colt number 78 عراب الجاسمية. عراب is by عراب الجاسمية out of أبها بالما. Congratulations to قطر. إذن أعزائي مبروك لكم، ونشكر السيد مصطفى بايتاس وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة. شكراً.